أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وبحكمة لقمان اقتدى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مرة أو مرات، ومنها اقتبس. وهذا من تواضعه ومن جميل تعليمه لأمته. فقد روى الإمام النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، والإمام أبو داود في سننه مختصرا، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: قال لقمان عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى إذا استودع شيئا حفظه. لقمان هو الذي قالها: إن الله تبارك وتعالى إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. النبي يقول لصاحبه: وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ، ومن مواعظ لقمان لابنه أيها الإخوة والأخوات قوله مرة له: يا بني اعلم أنك مذ سقطت من رحم أمك، قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أدنى إليك من دار أنت عنها تترحل. وهذا حق، وهذا شيء عجيب. هذه مفارقة الحياة الإنسانية، هذه مفارقة الحياة الإنسانية. على كل حال، ولا نريد أن نخلط الوعظ بما يجعله جافا أيها الإخوة أو قاسيا، كثير من فلاسفة الولودية المعاصرة أمعنوا في إيضاح هذا المعنى بالذات، أن الإنسان مذ يدلف إلى هذه الحياة الدنيا يستقبل الموت والفناء، وهو في كل لحظة قريب من الموت والفناء. عجيب. إذن أين الحياة؟ أين رأس المال؟ ممزوج بالفناء، مقرب للفناء، مقدمة للفناء، مقدمة للموت. شيء عجيب. هذا الذي قاله لقمان قبل آلاف السنين، قبل زواء 2500 سنة تقريبا. قال يعني الآخرة أقرب إليك من الدنيا، فاعمل لها. ولذلك قال له مرة: أي بني بع الدنيا بالآخرة، بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. طبعا واحد يقول لي: معقول؟ معقول يا مولانا، معقول جدا. انظر إلى الذين باعوا آخرتهم بدنياهم أيها الإخوة، هل هؤلاء فازوا بالدنيا؟ أشقياء في الدنيا، حتما أشقياء، مهما بدا لكم أشقياء وأذلاء في نفوسهم حتى وإن كانوا ملوكا. أبى الله إلا أن يذل من عصى. قال الحسن البصري: لا تغتروا بهم، والله فإنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم الرحل أو قال المراكب إلا أنهم أذلة في نفوسهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. قال لا تغتروا بهؤلاء الخلفاء والسلاطين والأمراء، يركبون المراكب والخدام والحشام والجيش، ويركبون طبعا أفرة المراكب في عصرهم البرذون، هذا البغل التركي، هذا يهملج بصاحبي يمشي مشى فيها إيه اختيال وبخترة. قال لا تغتروا بهذا، هم في دواخلهم أذلاء لأنهم يعصون الله عز وجل، وعبى الله إلا أن يذل من عصى. مهما حاول أن يتكبر تبختر، هو ذليل وهو مجوف وهو فارغ في الداخل. قال تبارك وتعالى: وليس بعد قول الله قيل، ليس بعد قول الله قيل. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما
بعضهم يفهم أنها في الآخرة، ليست في الآخرة، بالعكس واضح جدا أنها في الدنيا، يتحدث عن ضنك معيشتهم في الدنيا ليس في الآخرة، بدليل قوله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف إلى آخره. فهم أذلاء هم أشقياء، قال تخسرهما جميعا، إذا ضحيت بالآخرة من أجل الدنيا ستخسر الآخرة والدنيا، إذا ضحيت بالدنيا من أجل الآخرة ستربحهما جميعا. طبعا لماذا؟ لأن ما قدر لك من شرف من عز من سعادة من رفاه من رزق سيأتيك حلالا طيبا في الدنيا إن شاء الله، وستكون مرتاح الضمير ومطمئنا وساكنا غير متوتر أبدا. قبل ليلتين تقريبا أو أمس والله أحد الإخوة قال لي شيئا تأثرت به، طبعا شعرت اطمأننت أنا إلى هذا الأخ وإلى قوله وشعرت أنه صادق، وهو رجل طبعا الحمد لله ليس كثير الكلام وليس كثير لا يتكلم كثيرا، وفعلا الذين لا يتكلمون كثيرا يؤتون الحكمة أيها الإخوة، فعلا أي إنسان أوتي أي حكمة الصمت بلا شك إيه هذا مؤشر على أنه أوتي إيه شيئا عظيما من الحكمة، لا يتكلم كثيرا. قال لي مولانا أنا بحمد الله إزاء هذه المسألة مطمئن، يقصد مسألة الآخرة وحساب الله والصراط وكذا، وأنا شعرت براحة لم أشعر باستفزاز، أقول له كيف تقول هذا ومش عارف إيه ولا أجمع على عبدي خوف، قلت له هذا على ما يبدو لأنك متصالح تماما مع نفسك. قال بحمد الله. هذا الرجل قال لي أنا كما أعرف نفسي بفضل الله لا أنظر إلى أحد لا أحسد أحدا، أنا أعرفه تقريبا يعني إيه الآن من فترة وعن قرب، فعلا مشغول بمرمة معاشه يؤدي فرائض ربه، التقيت به عشرات المرات لم يحدث مرة أنه أيها الإخوة تناول إنسانا أبدا قط بحمد الله. هؤلاء ناس لهم مقام بفضل الله، هو بيعتبر نفسه مسلم عادي وبسيط جدا جدا، لا هذه سعادة كبرى من الله عز وجل، التوفيق هذا إسعاد إلهي مش شيء بسيط على فكرة، إنسان يعني ليس قال لك نفسه منه في تعب والناس منه في راحة، نفسه منه في تعب لأنه يدعبها ويجاهدها ويربيها ويروضها بمختلف أي الرياضات النفسانية حتى تستقيم على الجادة، فهو في تعب بلا شك، لكن الناس منه في راحة لا يؤذي أحدا، تلتمس أي مساعدته الخير عنده يفعل جهده الرجل بكل أريحية وبكل هدوء ومن غير كلام. قال لي أنا مطمئن من هذه الناحية. قال لي أحيانا حين أقصر في حق أحد أو أغلط غلطا بسيطا قال لي يمكن أن أنام لا أستطيع أن أنام، قلت هذه يخلط الضمير، قلت له هنيئا لك هنيئا لك بهذه النفس هنيئا لك بهذا الضمير اليقظان بهذا الضمير اليقظان، ولذلك هو مطمئن أن الله لن يخزيه وأن الله لا لماذا يعذبه لماذا؟ عبد صالح يؤدي فرائض ربي مشغول بمرمة معاشه وبدينه وليس من الناس إلا في خير وبارئ من إيه؟ من الكدرات الباطنية الغش والحسد والحقد والتطلع على الناس أبدا أبدا، وهذه علامتها علامة هذا الشيء أنه لا يتناول أحدا، بعض الناس دائما يتناول الناس، شفت فلان شفت علان شفت ايش سوى هذا شفت كذا شفت ايش عملت هذه ايش عملت هذه. طبعا انه في حسد عنده حسد وشماته، قيل علامه الحاسد لا يفرح بالنعمه اذا ظهرت عليك ويشمت بك اذا اصبت ببليه لانه حاسد، الشمتان دائما حاسد علامه ايه الحسد بده فقط بليه فيه حتى يشمت والعياذ بالله، وهذه من اوصاف الكفار والمنافقين القران الكريم، المؤمن الصالح لا يتصف بهذه الاوصاف. المهم قال له مره أي بني الدنيا بحر عميق غرق فيه أي في هذا البحر أكثر خلق الله فاتخذ سفينتك فيه تقوى الله فاتخذ سفينتك فيه تقوى الله واجعل حشوها عبادة الله وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو ولا إخالك ناجية. قال هاي سفينتك وهي الحمول تبعتك وهي الشراع لعلك تنجو، وقال صعب المسألة صعبة، قال لعلك تنجو وما إخالك ناجية عليه السلام، حكيم حكيم رجل رباني عليه السلام. قال له مرة أيضا أي بني اتخذ الطاعة مع الله تجارة تأتيك الأرباح بلا بضاعة، أي بني اتخذ الطاعة مع الله تجارة التجر مع الله بالطاعة تأتيك الأرباح بلا بضاعة، تأتيك أرباح وأرزاق الشرط مادية مادية وحسية ومعنوية وظاهرية وباطنية بإذن الله تعالى، تأتيك الأرباح بلا بضع. وفيما يتعلق بالناس
والعلائق والاجتماعيات. قال له مرة: أي بني لا تفرط في صديقك الأول فلا يثق بك الثاني. الله أكبر، أنا أسير على هذه الحكمة. كل شخص مهما كان دانيا مني إن رأيته يفرط في أصدقائي الأدنين الأقدمين، سبحان الله، تضعف وربما أحيانا تنعدم ثقتي فيه. أقول: هل أنا استثناء؟ ممكن يأتي يوم نفس الشيء يفرط فيه ويبيعني بالرخص، فلا أعود أثق فيه. وعامله طبعا إيه؟ وعاملة طيبة كما نحن، لكن في الداخل يختلف الوضع طبعا، وهذا من الحكمة. إذا لم أنتبع بهذه الحكمة فأنا أحمق، أنا لست استثناء. أما الوفي فهو وفي مع كل عباد الله، حتى النساء. المرأة التي تقول لزوجها: أنت أهلي وأنت ناسي وأنت تاج راسي، وتقصر في حق والديها مثلا وإخوتها وأخواتها من أجل زوجها، هذه سيأتيها يوم وتبرهن فيه أو يتبرهن لها أيها الإخوة منها أنها ليست وفية لا لزوجها ولا لأهلها. الأخلاق والفضائل لا تتجزأ، الوفي وفي مع الجميع حتى مع الكلب. أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه، ما قالوش كلب إيش بدنا في هالكلب هذا البهيمة الدب وإحنا هربين ولحقينا جنود الملك الكافر هذا، لا، كلب نلوخه معنا، ليش؟ أهلا وسهلا، تعال، وبفيدنا كمان. ومن وفاء رب العالمين، هو علمنا الوفاء، رب العالمين سيدخله الجنة يوم القيامة. هذا الكلب من حيوانات معدودات، سيدخل جنة النعيم، منها ناقد صالح، منها كلب أصحاب الكهف. طب يلا رحت معاهم، بدنا نسعدك بسعادتهم، ستكون مسعودا بسعادتهم. وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء. الشاعر يقول: وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء. ولذلك مهما استطاع الإنسان أن يدنو وأن يقترب من السعداء واتبع سبيل من أناب إليه، فليقترب. إن لم يسعد بعمله سيسعد يوم القيامة بصحبتهم. قال مولانا أبو حامد قدس الله سره الكريم ورضي الله عنه وأرضاه في دار التهاني وأعلى مقامه ونوله الأماني، قال مرجحا أن الإنسان يوم القيامة يرفع إن شاء الله تعالى إلى مقامه، إذا كان عاليا أعلى من مقام أهله وذويه، يرفع إلى مقامه أهله وذوه. قال: وكذا أصدقاؤه ومحبه، كرما من الله وكرما، مش بس أهله ومرته، حتى أصدقاؤه وإخوانه اللي بيحبوه الله لن يحرمه منهم، لأنهم أهله أيضا أحبابه وإخوانه. ورب أخي لك لم تلده أمك، ممكن يكون أخوك في الله أعز من أخيك في الدم، فالله بيرفع إلى مقامك كرامة لك أيضا. وهذا معنى فهم السعداء. لذلك دائما اقتربوا من السعداء المسعودين الموفقين لتسعدوا إن شاء الله تبارك وتعالى. كلب سعد بسعادة السعداء، كيف بشر آدم مكرم مفضل على كثير ممن خلق الله تفضيلا. نعم، فقال له: يا بني لا تفرط في صديقك الأول لا يثق بك الثاني. يا بني، إن استطعت أن تتخذ 1000 صديق فاتخذ، و1000 صديق قليل. يا بني لا تتخذ عدوا واحدا وعدو واحد كثير. الله، إيش هالرجل فعلا، هو لقب بالحكيم من فراغ، الله يقتبس منه القرآن الكريم من فراغ، النبي يستشهد بكلامه، يقول قال لقمان، ثم يطبق يتأول كلامه كما نقول في لغة الفقه، يتأول كلامه، قال: وإني أستودع الله دينك من فراغ. ولذلك في الترمذي وعند غير الترمذي، لما سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه وقدس الله روحه الطاهرة الكريمة، سلمان هذا كذا، فقال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ شبه بلقمان، بس لقمان هو الأعلى لسه، مشبه به. قال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ علم العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف. وكان بحرا، من هذا؟ سلمان، مش لقمان، هذا سلمان الفارسي. لكن الشاهد أنه شبه على لسان الإمام علي عليه السلام، بيت الحكمة والعلم، شبه بماذا؟ شبه بلقمان الحكيم. قال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ عليهم السلام والرضوان أجمعين. ثم نعود إلى سياق الآيات. نعم، طيب، كنا في آية مثقال حبة من خردل، وذكرنا أن هذه الآية فيها من وجوه البديع ما يعرف بالتتميم، وهو هذا فعلا أسلوب بديع من أساليب البديع أيها الإخوة، وهو من وادي قولها في الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هذا من التتميم، هذا من التتميم. لماذا؟ لأنها لو قالت كأنه علم يكفي. ما هو العلم؟ الجبل، الجبل يرى أو لا يرى؟
طبعا يرى، يرى أحيانا عن بعد 20-30 كيلومتر، أنه عالي جدا وقنته شاهقة في حالق، قنة الجبل رأس الجبل يعني ذروة الجبل قمة الجبل قنته عالية جدا. فتخيل الآن إيش قنة جبل في علوها وسموقها وفوقها نار موقدة، أظهر أو أي أو ليس أظهر في العلو والظهور، هذا أظهر في الظهور، فهذا اسمه تتميم، يعني ظاهر لعلوه وظاهر لأنه لسه فوق قمته في نار موقدة، يعني تتميم هذا. وهنا أي تتميم لكن في معنى معاكس، حبة صغيرة جدا 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 وهي على صغرها في باطن صخرة أو في أعالي السماوات أو في باطن سحيق من بواطن الأرض، تتميم لم يكتفي بخفائها في ذاتها حتى إزادها خفاء بخفاء موضعها، هذا ما يعرف بالتتميم يا أحبابي. طيب يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، انتبهوا هذه المواعظ لابد أن نقرأها قراءة جملية نلقي عليها نظرة من علم. بدأ بماذا هو؟ بدأ كما قلنا بالجانب النظري بالجانب العقدي، مهم جدا، لأن السلوك كما تعلمون أيها الإخوة كما هو مقرر عند كل المفكرين ودارسي الأخلاق أيها الإخوة والسلوك الإنساني، سلوك الإنسان ما لم يكن مؤطرا بإطار إطار نظري إطار رؤيوي واضح، هذا السلوك لا يمكن أن يتسم بالانسجام بالاتساق وبالمصداقية وبالتصالح، بالعكس قد يكون سلوكا أقرب إلى سلوك الدجالين أو المنافقين أو المفصومي الشخصيات أو مزدوجي الشخصيات أو حمق الناس، تراه اليوم يكون في أحسن حالة غدا في أرذل حالة، تراه اليوم كريما معطاء غدا بخيل لا يعطي شيئا، تراه اليوم لماذا؟ لأن سلوكه ليس محكوما بإطار بإطار نظري واضح. هذا الإطار النظري قد يكون فلسفة في الحياة، قد يكون رؤية للوجود لكن أعظم إطار وأقدس إطار وأثبت إطار وأكثره تحفيزا ما هو؟ العقيدة الدينية، العقيدة الدينية، مهما فكرت مهما قدحت زناد فكرك لا يمكن أن تحفر على شيء كالعقيدة وكالرغبة في وجه الله وفيما عند الله حافزا ومحركا للإنسان، مستحيل مستحيل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الدنيا الدنيا ليست ساحة تضح فيها الفصول الأخيرة لمسرحية الحياة، دائما هيك وهيك التاريخ يثبت. يعني بعض الناس مثلا أيها الإخوة يقول أنا ظلمت، أنا ظلمت ولم أعط حقوقي كالذي ينبغي لي. وعلى فكرة الدنيا بشكل عام، دنيا المسلمين ودنيا الكافرين، الدنيا بشكل عام أنت لا تعطى فيها ما تستحق. واحد يقول لي مش صحيح، في أي عالم تعطى ما تفاوض عليه ما تصارع من أجله؟ يعني في عندك حق معين تستحقه بكفاءاتك بقدراتك لن تعطى حتى هنا في الغرب، فيك لا تعطى، بل في تنافس أيها الإخوة، الدنيا دار تنافس ودار صراع على كل منصب على كل وظيفة على كل ميزة على كل خصيصة معينة، 50 واحد وبتوصل بكل الأساليب الشريفة والخصيصة لكي يحتاز هذه المناصب والخصائص والمزايا والوضع الكل، صحيح؟ احنا قلنا يعني حتى الدولار برا في الخطبة الذي تحتازه أنت، هذا الدولار بعينه لا يمتلكه بيل جيتس نفسه، صحيح؟ دولار هذا انتهى، هو عنده 100 مليار بس ما عندوش هذا التبعي، هذا الكرسي هذا الذي أجلس عليه لا يجلس عليه مثلا رئيس أمريكا ولا رئيس الصين، كرسي هذا إلي انتهى، هو يجلس على عرش ثاني مشكلته بس هذا إلي، معناها كل ما في الدنيا في الأخير محدود، كل ما في الدنيا محدود أيها الإخوة. ولذلك من هنا منشأ التصاور، منشأ التصرع، ومنشأ التوسل بالأساليب الخسيسة، ومنشأ الظلم ذوي الكفاءات والاقتدار والمزايا ما يحتاجونه ما يستحقونه عفوا يظلمون. ففي قاعدة هي عامة حتى في علم الإدارة البشرية، أنت لا تأخذ ولا تفوز بما تستحق، هيك العالم هم بيعتبروا هذا، هذا كلام غربي هذا مش كلامنا، أنت تفوز بما تفاوض عليه، يعني لفظ ملطف بدل كلمة أنت تفوز بما تصارع من أجله بما تناضل. أنا أقول لك والله تأتي وتكون مثلا يعني فيك مجموعة إمكانات ومواهب عن 1000 رجل ستعامل كأدنى رجل ما لم تصارع من أجل ما تستحقه، وحيعملوا حاله مش فهمين قال قدراتك مش منتبهين إلى مزاياك، لا ما انت بتطالبش فانت زان عادي يلا روح، وتعيش وتموت هكذا هذا العالم. أحيانا لا تحب أن تصارع حتى لا تتسافل، إذا بدك تعيش هذا زي ما قال الإمام الشافعي قال هذه مثل العظم والعياذ بالله تتناوشه الكلاب، إذا بدأت تهارش ستصبح أكرمك الله البعيد سيصبح الأبعد كلبا بين الكلاب، إيش فايدة؟ حتصير زيه.
بدك تستعف استعف، حضرك طبعا ايش في صفاء في تصالح داخلي، بس حتظلم ايش حق. طيب الدنيا فيها ظلم انا، طب اين ساخذ حقي وما ينبغي لي، اين سيظهر ايه يعني او تظهر ايه مزاياي في الاخره عند الله. هناك هناك يا جماعه يا اخوان سبحان الله، ونضع الموازين القسط، كل شيء يتعدل تماما، لذلك تنقلب الموازين. فصعلوك من صعلوك الدنيا قد يكون سلطانا من سلاطين الاخره، صعلوك حقير قد يقول ايها الاخوه ملكا من ملوك ايه الاخره باذن الله تعالى، وملك فعلا متوج يعني ملك ويجلس على عرش امام الناس باذن الله في ظل عرش الرحمن لا يلوه. هذا الفقير المكان ايش عنده هذا 500 يورو؟ طبعا هذا لانه غادي موازين تختلف، وزي ما قلنا امس، وهذا العظيم هذا اللي عنده مليارات وكان سمين وضخم لا يزن عند الله جناح بعوضه، وان كان جبارا وعاليا في الارض سيوطأ باقدام الناس، ومصيره الى هبهب في نار جهنم الموكل هي بالمستكبرين والطواغيت. الانسان يشعر بسلوى المؤمن على الاقل، هذا والله يعطيه عزاء يقول لك طب ما دام هيك انا لن اهارش ولن اتسافل ولن افقد اي براءتي وطهري ونقاء ضميري، لن ادخل هذه المداخل، لن اكتب فيهم كما كتبوا فيه، لن اشي بهم كما ايه كما وشوا، لن اسعى بهم كما سعوا ايه بي، لن افعل هذا، انتهى خلاص عند الله يعطيه عزاء. وهذا خلق قوي على فكره، سهل ان تصارع، النبي قال ليس الشديد بالسرعه، سهل أن ترد ضربة بضربة ما فيش مشكلة، أذاني أنا أذيه، لكن صعب جدا جدا أن ماذا؟ أن تقابل السيئة بالحسنة وأن تصبر. واليوم سنأتي إلى الصبر، قال إن ذلك من عزم الأمور، يريد عزيمة، تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يريد شخصية قوية جدا جدا جدا. وفي النهاية من الكسبان؟ من الكاسب؟ من الرابح؟ أنت، لأنك احتفظت بمستواك الأخلاقي سليما، لم تتسافل، لم تنزل، وإن نزلوا جميعا خليهم ينزلوا وهكذا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فأقول لأيه في البداية الله بدأ بالإطار النظري، التوحيد، العقيدة، العقيدة في الله، من هو الله، لمن العود والمرجع والمصير، إلي المصير، إلي مرجعكم، هناك الحساب الأخير، هناك الفصل الأخير من مسرحية الحياة، آخر فصل، وأكثر الفصول سيكون إدرامية وتأثيرا أيها الإخوة، وشفافية ووضوحا، أكثر فصل مخيف حيكون، فصل مخيف وفعلا حتشوفه، حتنقلب كما قلنا فيه كل الموازين وكل الحقائق. وفعلا لما تقوم، والله قال يوم القيامة هذا الناس بيخافوا يقولوا جنة ونار وكذا، بالعكس قال هذا من مظاهر رحمتي أنا، عشان رحيم لازم أقيم القيامة، قال كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله أكبر، من مظاهر طبعا مظاهر رحمتي، رحمة عظيمة جدا أقسم بالله. لما لا ننظر يوم القيامة من هذه الزاوية؟ بس ننظر إحنا إيه من خلال ذنوبنا وخايفين وجهنم؟ لا لا لا، في زاوية ثانية إن شاء الله، في ناس سيعني يتشاغل بهم ملائكة جهنم وزبانة جهنم وحراس الموقف قبلنا بكثير إن شاء الله، سنعتبر أولياء صالحين بالنسبة لي، في القتلة، في المجرمين، في مصاصي دماء الشعوب، في أكلة الشعوب وأرزاق الشعوب، في خاطفو الأرزاق والأعراض، موجودون بالملايين في العالم هذولا، ومتنفذون، ولهم زبانية حقراء يخدمونهم ويذبون عنهم، إن فرعون وهامان وجنودهما طبعا هم نفسهم سيدخلون إيه مدخلهم، كانوا خاطئين، ولا تركنوا إيه الذين ظلموا، ولا تركنوا مش لتكن إيه من ضغمتهم من زبانيتهم، لا قال ركون مجرد ولو بالقلب، قال لك إن المعصية والعياذ بالله خاصة معاصي الظلم هذه في حق الناس، إن المعصية إذا عملت كان من أنكرها كمن غاب عنها وإن شهدها، لا أنا ضد هذا، وبسجل موقف، إذا بقدر أسجل أي موقف حسي بسجل، بخاف على نفسه بسجل بلسانه، يا جماعة أنا ضد هذا، هذا باطل، اتقوا الله. ولذلك أنا بصراحة معجب بالمعتزلة في جانب واحد، المعتزلة معجب بهم أنهم جعلوا أصول الإسلام خمسة، وجعلوا أحد هذه الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت ما بتكون معتزليا ما لم يتحقق هذا المطلب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلا هذا أساس. وعلى فكرة هم لم يبعدوا، بالعكس اقتربوا من الحقيقة القرآنية المحض، الله قال إيش؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون وتؤمنون. والعجيب أنه قدم الأمر والنهي على ماذا؟ على الإيمان. هل فكرتم في مغزى هذا؟ في سر هذه النقطة
لما لم يقل كنتم خير أمة تؤمنون بالله وتأمرون معروف وتنهون عن المنكر؟ لما؟ لا لا مش أهم، لا مستحيل، ملوش إيه، أنت قربت يا أخي، ملوش أي أهمية إذا كان إيه بغير إيمان، مستحيل، لا لا، الإيمان هو الأساس. الإيمان يأتي بالجهد. لا ليس هذا الجواب، الجواب أيها الإخوة أن الإيمان حقيقة قلبية. قل أتعلمون الله بدينكم والله، لا يستطيع أحد أن يعرف، أنا أعرف أنك إيه مسلم، تقول الشهادتين تصلي، أما الإيمان فهذا بينك إيه وبين الله، لكن له علامة لا تخطئ في رأسه، إذا وجدت هذه العلامة ثبت لك الإيمان عندي، مش عند الله، عند الله معروف بعلامة بغير علامة. ما هي العلامة هذه؟ الأمر والنهي. تعرف ليش؟ لأنها علامة الغير على دين الله، علامة الغير على شرع الله، في غيره مستحيل أن يكون إيه مسلما في الظاهر منافقا في الباطن، ثم يغار هذه الغيرة إيه على شرائع الله، لإيه؟ لقوله عز اسمه ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يغضب إذا رأى حرمات الله تنتهك، يغضب إذا رأى المسلمين إذا رأى تسفح وتسفك، يغضب إذا رأى شرع الله يتلاعب به، يغضب إذا رأى بناء الأخلاق يتداعى وينهار. أيها الإخوة، يغضب بلا شك لأنه مؤمن. قال له به فابدأ يا جبريل، قال له أول واحد هذا العابد هذا أبو لحية أبو جلباب اللي قاعد لي فرس الجبل عامل لحاله شيخ الإنساك، قال ابدأ به، دمره أول واحد، دمره وسط. قال لما؟ قال قد كان يرى المنكر يعمل به ولا يتمعر، لم يتمعر وجهه من أجلي، ما عندوش غيره، طالب بس الخلاص الذاتي، أنا وبعدي الطوفان، قاعد صلاة وصوم ومش عارف إيه النهار في الصومعة. وبعدين طيب يا أخي جناب الله، أنت الآن لو كان لك صديق بالله عليك، لو كان لك إيه أستاذ علمك في الجامعة ولا في المدرسة مثلا، أستاذ علمك 6-7 سنين، استفدت منه علما كثيرا، وتشعر إيه جزء كبير من معارفك ومن ذهنيتك ومن تركيبك العقلية إيه أنت مدين إيه لهذا الرجل بها. وبعدين جيت واحد إيه، وجدت أحد حتى يمكن أبوك أو أقرب الناس إليك، ينال من جناب هذا الأستاذ، يتمعر وجهه أقل شيء، تغضب وتقول لا، يعني رجاء أنا لا أسمع بالشيء هذا، هذا أستاذي ولا يجوز، إنسان فاضل ولم نعلم كيف ذكر رب العالمين يا أخي، كيف يا أخي إذا رب العالمين ارتدى على جنابي يا أخي، على شرعي، على ديني، على كلامي، كيف لا تغضب؟ عشان هيك الأمر معروف أنها منكر. الحين يقول هذا تطرف، هذه أفكار متطرفة، خلي الناس يا أخ. طيب إذا خليت الناس ستهلك الناس، بالعكس، أنا طبعا مش هأخذ عصا وأقرع بها رؤوس الناس، بالعكس. ولذلك قال إيه السادة المفسرون حين فسروا هذه الآيات، قالوا أمره بإقام الصلاة أمر بما هو تكميل لذاته. في ترتيب إلهي، في الأول ابدأ بنفسك، ورم صحيح، مستحيل أنت مفرط في تكميل نفسك وتدعي أنك إيه أنك تريد أن تكمل الناس. قال يا واعظ الناس قد أصبحت إيه متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت إيه وأنت سقيم. الشعر الآخر يقول ما ينفع، فأنت تصير متهم، إنسان متحذق أو تريد ميزة بين الناس، ابدأ بنفسك في الأول. فالله قال له إيه أقم الصلاة، كمل نفسك، وبعدين قال له بعد أن تكمل إيه نفسك أو أنت في إيه طريق تكميل نفسك، أؤمر بالمعروف انهى عن المنكر. تكميل ماذا هذا؟ تكميل غيرك حتى تساعد غيرك على إيه الكمال. انقل لهم تجاربك، انقل لهم علمك، انقل لهم خواطرك، خبراتك، معيشاتك، أو خبراتك المعيشة الإيمانية. حاول أن ترفع الناس إلى إيه مستواك إذا كانوا أقل من مستواك، إذا كانوا أعلى حاول أن ترتفع إليهم كما قال النبي، انظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. لكن في الدين دائما انظر إيش إلى من هو أعلى منك، ولا تنظر إلى من هو أدنى منك حتى لا يرق دينك. نرجع، فقال له إيه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، بعد أن تكمل نفسك اشرع إيش في تكميل غيرك. وكما هو ملاحظ معلوم لكم جميعا أو لديكم جميعا، ما فيش مرة يؤمر فيها المكلف من المسلمين طبعا، الرسول وحده أمر بالصلاة، قالوا فصل لربك، ما قالوش أقم الصلاة، وهذا سائغ وواضح جدا متجه. لماذا؟ لأن الرسول أمر بالإقامة واللي أمر بالصلاة هو من ذاته سيقيم الصلاة، لأن الصلاة عشقه، الصلاة عشقه، روحه، قال أرحنا بها يا بلال، صح؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة.
فلذلك مثل هذا مشيت ربنا ينبه يقول له ايش؟ اقم الصلاه يا محمد. مره قال له اقم الصلاه، لكن مره قال له ايش؟ فصلي لربك. وعارفه ايه سيقيم. لكن احنا نحن المغفلين، نحن الكسالى، دائما الله يقول لنا ايش؟ اقيم الصلاه دائما. يا بني قال له ايه؟ اقم الصلاه. واقام الصلاه غير الصلاه كما تعلمون. الصلاه اي كلمات، اي كلام، بروح بلا روح، جده جدث او جسد، ايه بلا جوهر بلا روح بلا حقيقه، ما فيش مشكله، هذا صلاه. اما اقام الصلاه فهي امر مختلف تماما. هذه الصلاه اذا اقيمت ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتفضي ايش؟ الى الاستهتار بذكر الله، ولذكر الله اكبر باذن الله. واعظم ما فيها ذكر الله فيها، وهذا معنى الايه. اعظم ما في الصلاه هو ذكر الله فيها، تذكره ايش في هذا؟ اعظم ما فيها واجل ما فيها. قالوا يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. نتحدث عن الامر والمعروف وفضائلهم، هذا امر يعني كذا، وشروط ذلك بس الموضوع فقهي وانتم تعلمونه. قال له واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اختلف العلماء، بعضهم قال واصبر على ما اصابك كانها وصى بحيالها، كما امره باقام الصلاه امره بالامر والنهي وامره بالصبر، يعني الصبر ايش؟ على اقضيه الله، الصبر على قضاء الله، على المرض، على الموت، على الفقر، على اي شيء اصبر. وبعضهم استظهر وقال هو الاظهر وليس بالاظهر عندنا، قال لا، الاظهر اصبر على ما اصابك من جراء ذلك، يعني حين تامر وتنهى ستؤذى. وكل ايها الاخوه من نصب نفسه داعيا الى الله تبارك وتعالى مقوما لاخلاق الناس بالامر والنهي فانه يستهدف ويكون غرضا لألسنة الناس وايذائهم، يؤذى. هذا المعنى صحيح، ما فيش واحد يامرونها ويبقى معززا مكرما. عامل اللي فيها شيخ يعني ايه الوعاظ، عامل اللي فيها يعني هو ايه الوصيه على الناس، يا اخي ايش دخل هو كذا، اقل شيء هذا بيجي الكلام هذا. والله ما يعني منافق يا اخي، في كل مكان بده يتكلم كذا، ايش يعني يتهمون الناس. ممكن احيانا يضرب، على فكره في كبار الدعاه ضربوا، في دعاه كبار جدا ضربوا ضربه شديده سبحان الله. يعني الشيخ الكندهلوي مؤسس جماعه الدعوه والتبليغ ضرب وحلت عمامته رحمه الله عليها، وداس ايه الموعوظ في بطنه، خبط له بطنه، قال له عمل لي فيها انت فيها، جاء تقول لي الله ورسول مسلم هندي ضربه ضربا. فطبعا جاء تلامذته فقال لهم لا اتركوه ولا واحد يمسه، هذا طبيعي، هم الانبياء لقوا اكثر من هذا، احنا مين احنا؟ بالعكس راح المسكين حاول ايش يعني ينقي ثوبه من الطين. شيخ علامه محدث كبير رحمه الله عليه رحمه واسع، علامه كبير ومتألم انسان رباني، كان عنده كرامات الهيه وعالم كبير محدث من المحدثين، مش عالم عادي رحمه الله عليه، شيخ الكنديلو. وبعدين لف عمامته فيها طين وساخه، قال له يا اخي طيب هل اشتفيت يعني شفيت غيظك؟ فهل تسمح لي ان اؤدي واجبي الالهي ازاءك استنقاذا لك من غضب الله ونار جهنم؟ فجعل الرجل يرتعد ويبكي، ثم أكب على ذي يقبلهما، ثم صار من أتباعهم. قال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تتحمل خاصة أن تكون داعية، ما تغضب، الأنبياء ضربوا بصق عليهم، رسول الله سيد الخلق أجمعين وضع عليه السلاء وخنق به لعنة الله عليهم طولة قريش، ولقي أكثر من ذلك، واتهم بأنه ساحر، بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه كذاب، بأنه كذا، بأنه كذا، وهكذا. بتتحمل. فهذا المعنى صحيح في ذاته، لكن توجيه الآية أيها الإخوة بحيث تحمل على هذا المعنى بعيد لسببين. لماذا؟ السبب الأول بالاستقراء، لو استقرينا موارد كلمة الصبر في كتاب الله العزيز لوجدنا أنه يأتي على هذا النحو تقريبا دائما مقرونا إيه؟ بالعزم، وبأنه إيش؟ من عزائم ومن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. دائما الصبر يذكر هكذا، وأنه إيه؟ ومش مقرونا، لا يأتي مقرونا إيش؟ بالأمر بالمعروف والنهي إيش؟ عن المنكر. لكن في ملحظ أدق من هذا، ما هو؟ في فرق بين أن يقول إن ذلك من عزم الأمور وبين أن يقول إن ذلك لمن عزم الأمور. قال العلماء والمفسرون قالوا إذا قال إن ذلك لمن عزم الأمور يكون واضحا
أن هذا الصبر المهدي إلي المأمور به هو الصبر على ما يأتيك من جهة العباد. إذا أذاك الناس، افتروا عليك، ضربوك، أهانوك، بصقوا عليك، أكلوا حقوقك إلى آخر آخره، اصبر. وهذا الصبر على فكرة أصعب بكثير من الصبر على أقضية الله. الصبر على قضاء الله أسهل. لماذا؟ لأنه لا رد له. بيستطيع أحد إيه أنه إيه يبارز الله بالحرب؟ مستحيل. طبعا هذا إيمانيا معناه إيش؟ والعياذ بالله دخول في الكفر. وبعدين كونيا كلام فارغ، محاولة مش المستحيل، أبى المستحيلات. ولا تقدر تعمل حاجة، ولا حاجة. الله لما يدمر ثمود بالكامل، بس عيش قال ولا يخاف العقبى، قال أهلكناهم، قال ولا واحد بيقدر يعملنا حاجة، مسحناهم مسح، يلا روحوا، انتهى كل شيء. قال مين بيقدر؟ ولا يخاف عقبى. من الذي لا يخاف؟ الله. قال أنا لا أخاف عقبى، لا أخاف عقبى فعلي هذا، بدمركم، بيمشي كل شيء، ولا واحد بيقدر يعملنا حاجة. فالصبر على قضاء الله سهل، أسهل، مش سهل هو، أسهل من الصبر على إيش؟ على بلاء العباد. ليه؟ لأن بلاء العباد يمكن أن يرد، غلط عليه بغلط عليه، ضربني بضربه، واللي يصير يصير، والله صحيح. نحن شفنا ناس بضربوا الجيش وبنطخوا وموتوا عندنا في فلسطين، بس على الأقل مش بغيظه، وشفناه بعينا والله العظيم، ما يقدرش، ما يتحملش، جيش عنده يعني أسلحة يضربه فيضرب الجيش، مش بعدين بيقتلوه على المحل. أنا رأيت مرة واحد بعيني هكذا، لكن لم يقتل الحمد لله، وبعرف هو من أصدقائي. ضرب حوالي 7 من الجنود. ضربوا فنزل فيهم طب ما تحمل ايش. وطبعا هو ايه كانوا يقول لهم اقتلوني ولكن لن اسكت على الضيم والظلم. هكذا تكون المرجع للبطوله، هي البطوله حقيقه، خاصه مع هؤلاء الظلم المجرمين المستعمرين. فكسروا تكسير مسكين واخذوه بعدين هي على المستشفى. فممكن انت ترد ايه على من ظلمك حتى لو كان ملكا. احيانا بتخيل الرجل العزيز النفس لو يجي ملك مثلا ويبصق عليه، حيقول تبصق علي؟ طب عليك انت. طبعا حيقتل، بس بصق على الملك، ولا عضو الملك بيقدر ايش يمحو هذه المعرة، صح؟ بيقدر يمحيها؟ حيبقى يذكر في العالمين انه في واحد صعلوك فقير غلبان مدرس ابتدائي كان بسق على الملك، بس يقطع راسه، مش يقطع راسه، يقطع وصاله، بس بسق عليه برضه، صح ولا لا؟ وهذه عظمة ايه خلق الله للانسان. خلقك عندك حرية، ما يقدرش هو اي باي قوة باطنية ايش يسلبك ايش؟ حريتك وارادتك الكرامة، ما يقدرش، صح ولا لا؟ تقدر انت كمان ايه؟ تنزع كرامته منه في لحظة واحدة. بسق تبصق عليه خلاص ستقتل طبعا رمها السلامة، لكن خليه يمحو إيه هذه المعرة إلى أن ينتهي ملكه، لن يستطيع، راحت عليه، انبسق في وجهه وهو ملك. أنا بقول بصراحة الظلمة ينبغي أن يعاملوا بهذا العدل بصراحة، لكن لما يكون الأمة فيها بطولة مرجلة لا ناقشني، تكلم معاي، اتخذ فيه قانون، لكن ما تحاولش تهيني كإنسان، سأهينك مهما كنت، ومن حقي هذا. الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفو واصلح فاجره على الله. لكن في الحقيقة تقول لي يعني انا عفوت عن الملك، لا انت خفت منه، تعفو عمن هو مثلك او ايه عمن هو مثلك عفوا او دونك. فانك تصبر على اذى الناس اصعب من ان تصبر على قضاء، ولذلك اليه الاشارة بقوله تعالى ولا من صبر و انتبهوا غفر. في واحد يغفر لله واحد يقول لي انت من وين جبت هذه؟ جبتها من الآية حبيبي. لأنه تقول ولا من صبر وغفر، فصار واضحا تماما أن هذا الصبر والمغفرة لمن؟ للعباد. ما تقوليش والله صبرت على قضاء ربي وغفرت له، استغفر الله العظيم، ما فيش واحد يغفر لله، صح؟ الله لا يكون خاطئا، أحمد بالله، اللهم غفرا يا رب، نعوذ بالله من زلات اللسان. فالقرآن دقيق، القرآن عجيب، لكن في الموضوع هذا لما قالوا ولا من صبر وغفر قال إن ذلك لمن عزم الأمور، ما قالش من عزم الأمور، جاب اللام هذه عشان يؤكد إيش المعنى، قال إن ذلك لمن عزم الأمور، أصعب بكثير كان. واللي بيقدر فعلا يصبر على أذى الناس ويقضي ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي إيش يملك نفسه عند الغضب، قادر. أنا قال لك من إيه؟ من كظم غضبه وهو قادر، وفي رواية غيظه، على أن ينفذه، وفي رواية ولو شاء أنفذه، سوى ولو شاء أنفذه، خيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق من الجنان والحور العين ما شاء. تعالى يا عبدي يا حبيبي يا عبدي يا رباني اختار ما تشاء، تفضل يلا. ليه؟ ليه؟ وفي رواية أخرى طبعا الذي يفعل هذا ستر الله عورته، يبقى محفوظا بإذن الله وكريما مهابا. لأنه صعب، صعب يعني أنك تكتم غيظك على بشر زيك لما يكون مثلك أو أضعف منك، فأنت عملتها لله ومش هتكلم، مش هحاول كذا، لله، مش خوفا منه ابدا ولا من الناس، لله. صعب. الله قال هذا ايش؟ لمن عزم الامور، لكن الصبر على قضاء الله من عزم الامور.
الآن آخر شيء في درس اليوم، ما معنى من عزم الأمور؟ إيش يعني عزم الأمور؟ لازم نفهمها. كم مرة قرناها وقلنا بنفهم يا أخوان الكريم، إيش إن ذلك من عزم الأمور لا من عزم الأمور. قال بعضهم وهذا ضعيف حقيقة وإن استظهره، يعني البيضاوي قدس الله سره في تفسير القرآن الكريم قال هذا هو إيش يعني القول الصحيح القوي. إيش هو؟ قال من عزم الأمور أي من الأمور التي قطعها الله قطع عزيمة، يعني أشياء الله أوجبها علينا وأكدها. قال أنا بحثكم وبأكد عليكم، بعزم عليكم بعزم عليكم أن تكونوا كذلك، تصبروا تصبروا وتغفروا في الآية الأخرى. لا ضعيف جدا هذا. ليه؟ لأنه ما هو العزم في الأصل؟ ما هو إيه العزم؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. العزم هو انعقاد القلب على شيء، صح؟ ومنه إيه العزيمة. أقول لك إيه عزمت على كذا كذا، عزمت بالله أن أفعل كذا كذا إن شاء الله تعالى مستعين بربي عز وجل. هو عقده أو انعقاد القلب على أمر ما، إذا لم ينحل هذا العزم ينفذ الأمر إن شاء الله تعالى أو تسير إيش في إنفاذه. إذا انحل العزم لأي سبب من شهوة أو شبهة أو ضعف أو تخوف فلا إيه فلا ينفذ الأمر الذي عقد عليه إيش عزم القلب. فمعنى من عزم الأمور إنه الصبر نفسه بده إيش بده إرادة داخلية واستمرار، مجاهدة حقيقية أنك تعزم وتتملك نفسك. هيستفزك هو مرة ثانية بهمش في نفس الموقف، هيحاول يطلعك نظرة شيء كذا، يجي بعض السفهاء إيش يشايعونه عليك بهمش. خليك أيضا إيه على عزم قلبك، لا ينحل إيه هذا العزم. ما تقولش إيه طف الصاع في لحظة عليه تصبح فيها مثلهم، خليك لآخر لحظة. فالله قال إيش مثل هذا الصبر بده إيه بده عزيمة. هذا المعنى الصحيح وهذا الذي قاله أكثر المفسرين. أما أن يكون معنى عزم الأمور من الأمور التي عزمها الله أي أوجبها وعزم فيها إيه قاطعا، هذا ضعيف، هذا التأويل هي ضعيف. وأن إيش استظهره القاضي العلامة البيضاوي بيض الله ورضى أحواله، لكن رأي الجماهير ما ذكرنا، والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.